مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم. ماذا يحدث في تونس؟ في تونس كان من المفترض أن ينعقد البرلمان التونسي بالأمس لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وده بتهمة الفشل في إدارة المجلس وتخطي صلاحياته وإدخال عناصر إرهابية للاعتداء على النواب المعتصمين داخل البرلمان. المهم، تم تأجيل الجلسة من أمس إلى اليوم الجمعة، وده طبعاً بسبب انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجاً على ما وصفته بالتحايل من قبل حركة النهضة. أما داخل البرلمان فهناك شبه إجماع من الكتل البرلمانية على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية قادمة. في ضغوط على الكتل البرلمانية طبعاً، وده واضح، يعني حلاوة روح كده من حزب النهضة، لأنه طبعاً أهدافه وأطماعه غير محدودة وواضحة جداً. لكن ماذا نتوقع للقادم؟ ده سؤال بطرحه على الكاتب والمحلل السياسي محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلاً بك يا فندم ومشاهدي إكسترا نيوز. يعني ما يحدث في تونس غريب، انتفاضة سياسية حقيقية ضد الفشل في إدارة الحكم، نظرا لأن تونس اعتمد على النظام البرلماني منذ عام 2011. ما يحدث هو فشل ليس فقط في تصريف شؤون البلاد وإدارة الحياة الاقتصادية، ولكن الأمر أخذ منحى خطير وهو التورط في الإرهاب والاغتيالات. غدا 25/7 أو يوليو هي مناسبة اغتيال بالعيد أحد المعارضين الكبار في تونس عام 2016، وبالمناسبة بالأمس أقرت أو وجهت السلطات في التونسية توجيه لائحة الاتهام إلى شخص محدد ينتمي إلى حركة النهضة، وبذلك تكتمل الحلقات التي بدأتها الأحزاب المعارضة وبدأها الشارع، وأخيرا ضجر منهم رئيس التونسي قيس سعيد الذي حاولوا أن يشوهوا صورته ويظهروا للشعب التونسي أنه دخل في حظيرتهم أو المربع الخاص بحركة النهضة. الحركة فشلت بشكل كبير في كافة الأمور، ولديها العديد من الاختراقات والانشقاقات، وحتى التحالفات التي عقدتها مع الأحزاب التونسية باءت بالفشل. وأعتقد أن ما فعله الرئيس الراحل السبتي من فك الارتباط في عامه الأخير قبل وفاته يتكرر الآن، ولكن بمشهد أشد قسوة وفيه نوع من الحساب، وهو النوع الذي كانت تخشاه الحركة منذ نحو 10 سنوات عندما قفزت على الحكم عقب الثورة التونسية. واليوم لا نرى ما وعد به الثورة التونسية، نرى الآن فشل وسبب في حركة النهضة. بالنسبة لجر الشارع السياسي وخلق حالة من عدم الاستقرار في تونس، حاولت حركة النهضة بعد أن أحكمت الحلقات عليها لمحاسبة رئيس البرلمان الذي اخترق البروتوكول وتعدى سلطاته، حتى سلطات رئيس الدولة اخترقها وتعدى عليها، بزيارته لتركيا زيارة سرية، ثم ادعى المرض، ثم تم الكشف عن الزيارة، وهذا أمر غريب جدا. ثم محاولة مشاركته بشكل ما في اتخاذ موقف عدائي من الشرعية في ليبيا بانضمامه إلى حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والإعلان بشكل رسمي أنه يؤيد الحركات التي تقوم بها حكومة الوفاق. نعلم أنها تتحصن بالميليشيات الإرهابية، وأخيرا بعد أن وقعت اتفاقية الخزي والعار مع المحتل التركي احتلال ليبيا والسيطرة على باقي ثرواتها، بالتالي تم اكتشف التونسيون أنهم خدعوا تماما في هذا الأمر، وبالتالي فإن رئيس البرلمان الذي انتخبوه ولديهم القواعد الكبيرة في تونس للأسف تتحكم فيها حركة النهضة بفضل الخدمات التي تركت لهم لفترات طويلة، ثم حاول قانون الانتخاب منعها بشكل ما، ولكن في الانتخابات الأخيرة ونظرا للفشل في الحياة السياسية في تونس وعدم تحقيق نجاحات اقتصادية، وصلوا إلى الحكم مجددا بالخداع مرة أخرى، ولكن هذه المرة تم كشف كل الأوراق خاصة مع قدوم رئيس جديد وبشائر
بان الوضع لا يمكن. طب استاذ محمد، هو واضح ان الامور معقده جدا، افهم من كلام حضرتك ان الامور لن تتحل في تونس الا بتعديل دستوري مرتقب على سبيل المثال يعطي صلاحيات لرئيس الجمهوريه اكثر، يسمح للبرلمان بحل البرلمان في حاله استقاله الحكومه، كما هو واضح ان الدستور بيمنع يعني حل البرلمان اثناء استقاله الحكومه. يبدو ان الوضع معقد داخل تونس فيحتاج الى تعديل دستوري على ما افهم. بالطبع ليس مجرد تعديل دستوري او تنقيح وتعديل مواد الدستور، ولكن ايضا تغيير النظام الانتخابي ومنظومه الحكم بشكل عام. هذا الامر تمنعه دائما حركه النهضه، وعندما تم في المره الاولى قبل اكثر من شهر عندما تم محاوله تقديم لائحه لسحب الثقه، تم تطويل جلسه البرلمان وتم الاعتراض عليها وتم تقديم بعض الامور الاداريه ومضايقه النواب ومنعهم من الوصول الى البرلمان بشكل عجيب. ولكن هذه المره حتى بعدما نجحت الاحزاب في تقديم لائحه الاتهام واللوم لرئيس مجلس النواب، تم ايضا التغاضي وتطويل الجلسات بالامس وستعقد اليوم، ولا اتوقع ان يتم جمع 109 اصوات حتى وان نجح النواب في جمع 73 صوتا منذ عده ايام بقياده عبير موسى التي تقف في صداره ضد حركه النهضه في البرلمان. اعتقد ان اليوم ايضا سيتم نوع من هي سيده هايله جدا، يعني انا بسمع عبير هايله، عبير مقاتله ولديها وطنيه في تونس، وهو للاسف ما يفتقده الكثير من اعضاء حزب النهضه او حركه النهضه المنتمية للاصول والافكار الايديولوجيه المرتبطه بجماعه الاخوان وتنظيم الاخوان الارهابي وخاصه التنظيم الدولي. للاسف هم يتلونون بكل شكل لمنع محاوله الاقاله. اعتقد ان الامر سيتطور، خاصه ان هناك كانوا يحاولون الاطاحه بالفخفاخ وعقد الصفقه معه وفضحها بالامس او اول من امس في حديثه لاحدى الاذاعات باللغه الفرنسيه. كنت لسه هسالك على موقف رئيس الحكومه المستقيل، يعني هو موقفه غريب شويه، هو بيقول نفس اللي هو استقال، البرلمان بيقول ان هو موضوع اقالته يعني سيتم مناقشته، الامور غامضه شويه فيما يخص رئيس الحكومه المستقيل. هل هو بالفعل يتعرض لضغوط من قبل حزب النهضه لتكليفه مره اخرى بناء على ترشيحات داخل الحكومه، ام ان الوضع مختلف تماما؟ وده مؤشر ان يكون رئيس الحكومه القادم، هل من الممكن ان يكون تابع لحزب النهضه لكن يعني مش واضح للبشر مثلا هو تابع لهذا الحزب؟ يعني من الممكن ان يكون هناك امور معقده. هقول لحضرتك، هو كشف اول امبارح في احدى الاذاعات باللغه الفرنسيه ان صحيح. حزب النهضه ثومه للبقاء في الحكم مقابل التغاضي عن بعض الامور والتسهيلات الخاصة بحزب النهضة، حركة النهضة، لدرجة أنه قال أن حركة النهضة لأول مرة يخرج رئيس وزارة في تونس يتكلم الكلام ده. الكلام ده لأول خطير جدا على الوزن السياسي وعلى الوزن الخاص بأمن القومي لتونس، أما رئيس وزراء يطلع يقول أن حركة النهضة بتضغط عليا عشان أقبل حاجات معينة وأتغاضى عن المحاسبة لإرهابيين تورطوا بقتل معارضين وأيضا أمور مالية متعلقة، ويقول أن حركة النهضة تنظر إلى تونس كأنها غنيمة. ده أمر جلل وحدث جلل في السياسة التونسية، أعتقد أنه شيء كبير جدا. وطبعا هو رفض، أما رفض العرض من حركة النهضة بعد ما تم خداعه وأثناء تشكيل الحكومة الأولى وتم تثبيت 5 شخصيات، ثم بعد كده برضو أصروا وتم زيادة مقعد على أنه مستقل ولكنه في الأصل ينتمي أيضا لحركة النهضة. كل ده ما قدموا وكانوا بيعدوا لائحة توجيه اللوم ليه وعزله بشكل طبعا هيدخل تونس في مغارة من عدم الاستقرار. طبعا هم حاولوا يعملوا كده. طب ماذا بعد يا أستاذ محمد؟ تتوقع إيه القادم يعني؟ أتوقع أن يتم اختيار رئيس حكومة غير الفخفاخ، رئيس حكومة مستقل. هم طبعا الأحزاب امبارح أعلنوا عن ترشيحاتهم، ترشيحات معظمها بتتركز في بعض الوزراء وممن لهم نشاط عام سواء في الصحة أو في الرياضة، والقدر الأكبر منهم من المختصين بالملف الاقتصادي، وهو الملف الحقيقي اللي تونس محتاجة أن هي يكون فيه نوع من التنشيط بعيدا عن
الورطة السياسية اللي بتسبب فيها حركة النهضة وانسداد الشرايين الحياة السياسية في تونس بفضل البعد عن المحاسبة لحركة النهضة والإخفاقات في إدارة الحكم والفساد المالي وأيضا الارتباط بجماعات الإرهاب وتهديد الأمن القومي لتونس. أعتقد أن المخرج هيكون باختيار شخصية مستقلة حتى وإن كانت من الأحزاب الصغيرة وليست بالضرورة من الائتلاف اللي مشكلها حركة النهضة مع حزب قلب تونس، ممكن يكون من الأحزاب الأخرى، الترشيحات الأخرى فيها أسماء جيدة وأسماء مستقلة حقيقية. والكلام اللي بيتقال دلوقتي إن مش هيكون فيها وزراء من حركة النهضة، وأعتقد إن ده هيدخل الأمور في صراع عنيف بين الحكومة أو ما يحاول أن يسميه حركة النهضة السيستم أو النظام القائم في. لكن على أي حال الوقفة الإيجابية من جانب البرلمان التونسي بجانب رئيس البلاد يعني أعتقد أنها صحيح وستصفر إن شاء الله على مؤشرات إيجابية داخل تونس الشقيقة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين المحلل السياسي ونائب رئيس تحرير الأهرام. لسه مكملة مع حضراتكم بعد فاصل قصير، استنوني. عندما يتحول القبح إلى جمال، بحيرة عين السيرة أو عين الحياة هي منطقة شاهدة على هذا التحول من العشوائية الشديدة إلى منطقة حضارية. البحيرة دي تحولت من الماضي أو الماضي كانت عبارة عن مصرف كده حوالي مساكن عشوائية، لكن دلوقتي تم تطهيرها وتطويرها بالكامل. أكيد طبعا ده خد وقت طويل وخد عدد كبير جدا كان فيه من المشاكل والعراقيل لغاية ما أصبحت هذه المنطقة غاية في الجمال. النهارده اليوم السابع أبرزت الموضوع ده بعنوان هنا بحيرة عين السيرة عندما يتحول القبح إلى قطعة من الجنة، وسردت فيها تفاصيل النهضة اللي شهدتها طبعا هذه المنطقة، وكمان جريدة الوطن اتكلمت عن الموضوع ده في تقرير بعنوان مسرح وممشى ومسار دراجات بحيرة عين السيرة من العشوائية للتطوير وتستعد لأن تكون مزار سياحي إن شاء الله قريبا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا دلوقتي الأستاذ عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الواحد بينبهر والله لما بيشوف بسرعة كده بنتحول من القبح إلى الجمال. أولا عايز أعرف تفاصيل بقى، يعني الناس لما بتشوف الحاجات الحلوة دي بتنسى إيه اللي حصل، لكن إحنا كنا فين وبقينا فين والمشاكل والعراقيل اللي تعرضتم لها عشان توصلوا لهذا الشكل المتطور جدا والجميل. تمام يا فندم، بشكر سيادتك المقدمة الجميلة اللي حضرتك فيها، ويعني عايز حابب بس يعني الساده المشاهدين يسمعوا الصوره الكامله علشان يعرفوا يعني الحكومه بتتحرك في انهي اتجاه. المشروع مجرد جزء من مجموعه مشاريع كبيره حدث مشروعات اطلقتها الوزاره بالتعاون مع المحافظات محافظه القاهره. مشروع من 5 مشروعات هو تطوير طبعا منطقه بحيره عين الحياه اللي كانت بتتكلم عنها او عين السيره، بالاضافه لاربع مشروعات اخرى عملاقه بتتم في القاهره بالتزامن مع بناء العاصمه الاداريه، وان شاء الله متوقع مع انتهاء يعني انتقال الحكومه للمكان ده يكون ان شاء الله القاهره بجميع معالمها التاريخيه اللي يفخر بها المصريين كما كانت في القديم. فعندنا مشروع اخر تطوير منطقه مجرى العيون وممشى اهل مصر اللي هو كورنيش الجديد، مرحله 36 كيلو على كورنيش الجديد في القاهره، وتطوير ميدان التحرير وتطوير منطقه مثلث مزيرو. طبعا حضراتكم كلكم تعرفوا يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي هناك في مثلث مزيرو. والمشروع العملاق اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو تطوير منطقه بحيره عين السيره او عين الحياه. ده طبعا على مخطط كبير هو ربط الجميع المناطق التاريخيه الانيقه اللي كانت فيها مصر دايما وباستمرار. المشروع اللي بنتكلم عنه ده بس لوحده هو جزء من عده مشروعات في منطقه السستار. هي بحيره عين السيره بنتكلم حوالي 101 الف متر مسطح، حضرتك تخيلي بحيره زي كده بالجمال ده، بحيره طبيعيه فيها مياه كبريتيه كانت مدار سياحي بيتعالج منه كل السياح الاجانب في مصر. فمع الوقت والاهمال تحول لمنطقه عشوائيه كان فيها سكان عايشين في منطقه خطيره بيتعرضوا لخطوره يوميه. طبعا الصرف الصحي بالكامل كان بيتم في البحيره دي بشكل ما او باخر. المنطقه تحولت لمنطقه عشوائيه غير بيئيه وغير ادميه بالمره. الوزاره بدات في نهايه العام يعني استاذ عمرو المنطقه وكمان البحيره اكيد كمان كانت باظت خالص. بالضبط يا فندم، من البدايه كانت المرحله الاولى اللي هي تطوير المنطقه العشوائيه اللي كان فيها اهالينا اللي عايشين في المنطقه
وتحويلهم لاماكن بديله ادميه يعيش فيها. وبعدين بدانا طبعا في موضوع تكريك البحيره اللي هي مصدر الجمال في المكان. صحيح. تكريك البحيره نفسه وتطويرها وتطهيرها، وطبعا كان في زيارات متعاقبه للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان على مدى الشهور اللي فاتت، ونوابه المهندسين النواب الوزير للمشروعات القوميه والبنيه الاساسيه، علشان يحطوا حلول سريعه ازاي ننقي البحيره تاني ونرجعها لطبيعتها البيئيه اللي كانت موجوده. وفي نفس الوقت كان في شركات شغاله بتنفذ المشروع اللي هو تطوير المنطقه المحيطه بيها، وطبعا متحف الحضاره والمطاعم والكافيهات اللي بتطل على البحيره. وطبعا حضراتكم لو يمكن بتعرضوا دلوقتي الصور قبل التطوير وبعد التطوير، الموقف كان عامل ازاي. عندنا بتتكلم في تطوير البحيره، تنقيه الميه، احلال تربه نظيفه حوالين البحيره، عمليه تكريك وتدبيش لتعميق البحيره عشان نطهرها من الملوثات اللي كانت موجوده فيها فترات طويله، اعمال نسك حفر كانت موجوده شلناها، واعمال حفر كانت موجوده تربه عاديه. يعني زي ما حضرتك شايفه في تسويه بتحصل، هيتعمل جميع الانشطه المحيطه البحيره، منطقه ثقافيه، مسرح مفتوح، يعني نافورات راقصه ومضيئه ليلا، وفي طبعا جزيره صناعيه هتتعمل في النص، هيتعمل عليها مطعم ومنطقه حديقه نباتات نادره استوائيه هتكون موجوده في المكان ان شاء الله، وطبعا بالاضافه لبعض الانشطه المصاحبه، وطبعا متحف الحضاره، وده كله بينطوي تحت مظله مشروع كبير لتطوير منطقه الفسطاط، اللي هو في حديقه الفسطاط الترفيهيه اللي حوالين البحيره، حديقه الفسطاط التاريخيه بنتكلم حضرتك في قصبه الفسطاط بس 326,000 متر مسطح، ده مكان حفريات الفسطاط اللي كانت موجوده قديما بيتم تطويرها برضه. حديقه الفسطاط التاريخيه اللي كان كل المصريين بيسمعوا عنها زمان وكان برضه اتقفل لفترات طويله، دي من ضمن بنتكلم حضرتك في منطقه واحده بيتعمل فيها 13 مشروع قومي عملاق لتطوير منطقه الفسطاط. وطبعا الطرق والكباري اكيد علشان هيتم تاهيتهم ان الناس توصل بسهوله. بالظبط يا فندم، زي ما سيادتك شايفه في كام كوبري اتعمل في المنطقه للتوصيل للمكان نفسه للاماكن السياحيه. احنا يعني مش بنتكلم في مشروع واحد في منطقه واحده، كنا بنتكلم في 5 مشروعات لربط، هيتعمل طبعا شبكه ربط كهربائي، مواصلات حديثه، هيتعمل ربط بشكل ما او باخر للطرق المحيطه بحيث ان سهوله الوصول للمنطقه ان شاء الله، ان دي منطقه هتبقى عامره بالانشطه السياحيه ليلا ونهارا. فبالتالي طبعا بيتعمل جراج سطحي وجراج تحت الارض، وبتعمل منطقه فنون ترفيهيه موجوده في المكان بالاضافه طبعا لكل الانشطه اللي قلنا عليها. حاجه تفرح والله يا استاذ عمرو. امتى بقى هنروح؟ يعني شوقتنا، امتى هنقدر نروح ونزور الاماكن الجميله دي؟ حضرتك احنا طبعا شغالين في المرحله الاولى من المشروع اللي هي بتبقى حوالي، بنتكلم في حوالي 16 فدان بين الجزء، حوالي 65 فدان في المشروع. بنتكلم ان شاء الله على بدايات عام 2021 او شهر 6/21 ان شاء الله تكون مفتوحه البحيره بكل يعني الخدمات المتاحه وبكل الانشطه اللي اتكلمنا عنها، بالاضافه طبعا للمنظر البديع للبحيره اللي هيكون في المنطقه اللي هيستمتع بيه كل سكان القاهره والمحافظات المجاوره، وهيستمتع بيه كل زوار المنطقه. طبعا كنا بنتكلم على المتحف القومي للحضاره، وكان في مقترحات لاكثر من انشطه تمام ان شاء الله تخش في مراحل ثانيه اللي بعد كده، لكن ان شاء الله المرحله الاولى باذن الله يتم اطلاقها في بدايه 21 ومنتصف 21 ان شاء الله، يقدر الناس تستمتعوا بالجمال اللي بيحصل في المنطقه دي. طب بس هي هتكون برضو مزار سياحي، يعني ممكن للسائحين ان يتحط في البرنامج بتاعهم ان هم يكونوا موجودين هناك؟ ده من ضمن المخطط الاقتصادي يا فندم، الدراسه الاقتصاديه اللي اتعملت في المشروع، انه يتم عمل ربط ما بينها وبين اقرب المطارات واقرب المحطات السياحيه الموجوده. حضرتك عارفه القاهره هي محافظه ممتده وفيها العديد من المناطق التاريخيه الموجوده، فبالاضافه لان هيبقى في يعني بحيره عين السيره، حضرتك بنتكلم على خطوات قريبه جدا في مجرى العيون بيتعمل هناك برضه مشروع عملاق هناك، وفي نفس الوقت اقرب بكثير جدا بشبكه الطرق الحديثه اللي اتعملت في القاهره سواء شرق او غرب القاهره، قريبه جدا لجميع الاماكن اللي يقدر يوصل منها اي سياح سواء مصريين او اجانب. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، والحقيقه شوقتنا جدا ان احنا نزور هذه المنطقه الجميله ان شاء الله تخلص قريبا جدا. من ضمن الاماكن الجميله الحقيقه يعني افرحوا ببلدكم، يعني كنت في يومين من يومين كده في زياره الاسكندريه، وانا رايحه لقيت مكان جميل قوي، ببص اقول ايه ده اتعمل امتى ده، بص لقيته الحقيقه مطار سفنجس، حاجة جميلة جدا والله، الواحد بيغمض عينه ويفتحها يلاقي حاجات جميلة بتتبنى في البلد، رغم ان احنا يعني كنا في أزمة كورونا والناس كانت نايمة وخايفة وقلقانة، لكن مصر شغالة الحمد لله. يعني شوفوا على قدم وساق بنعمل بحيرة عظيمة وبنعمل حولها منطقة تدعو للفخر ان احنا ممكن في يوم من الأيام نروح للمنطقة دي. على فكرة بحيرة كبريتية يعني أساسا للاستشفاء، فدي سياحة علاجية موجودة داخل جمهورية مصر العربية، يعني لك أن تفتخر ببلدك والله. عايزه ارجعكم كده لديسمبر الماضي، تحديدا في منتدى شباب العالم اللي وحشنا
نفسنا بقى يرجع تاني إن شاء الله. في أثناء جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم، الجلسة دي اللي عقدت في منتدى شباب العالم في ديسمبر القادم، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها على إنشاء كليات ذكاء اصطناعي جديدة خلال الأعوام القادمة، وده من بداية من 2020. وبالفعل وافق المجلس الأعلى للحاسبات للجامعات على إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بأكمله بجامعة كفر الشيخ، ودي بدأت دراسة فيها في سبتمبر الماضي 2019، وبدأت بقى كمان تكون باكورة للتوسع في كليات الذكاء الاصطناعي علشان ده هيكون سوق العمل القادم. وخلي بالكم الذكاء الاصطناعي ده يعني لما احنا بدأنا أزمة كورونا وبدأ الكل يعتمد على الأونلاين، هو ده الفكر، احنا سباقين. يعني احنا قلنا ذكاء اصطناعي، والرئيس عبد الفتاح السيسي طالب ان يكون هناك عدد كبير جدا من الكليات اللي بتخدم هذا الطريق وتخدم طبعا ان سوق العمل القادم، وما كناش نعرف ان هيكون في ازمه كورونا هتؤدي الى هذا الموضوع مسبقا. فسبحان الله، يعني احنا الحمد لله في جمهوريه مصر العربيه كنا سباقين. يا ترى احنا اللي بيحصل في الفتره الحاليه وعدد الجامعات اللي هتكون موجوده في الفتره القادمه، وهل فيها عليها اقبال ولا لا؟ ده سؤال بطرحه على دكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا نور، اهلا وسهلا، كل سنه طيبين وبخير وصحه وسعاده يا رب ان شاء الله. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني من قريب يعني كان في حضرتك عامل ندوه وكنت تحدثت فيها عن كليه الذكاء الاصطناعي وانها هتكون تابعه للاكاديميه، ومن الواضح ان في اهتمام كبير من الاكاديميه بان يكون لديها كليات للذكاء الاصطناعي. كلمنا اكتر عن هذا الموضوع. النقل البحري، النقل البحري يعني شيء مهم جدا، واحنا شايفين برضو زي ما في اهتمام بالتكنولوجيا اتصال المعلومات والثوره اللي احنا بنعيشها كلنا، لكن في اهتمام بالدوله بالنقل البحري زي ما احنا شايفين برضو، لان النقل البحري فعلا قاطره، والنقل البحري فيه كل التكنولوجيات، لان السفينه العائمه دي يعني فيها تقنيات يعني كتير جدا. وعلى فكره وبرضو حتى السفن اللي احنا كلنا شايفينها النهارده دي شكلها كمان يعني سنين بسيطه جدا هيتغير، عشان برضو الذكاء الاصطناعي هنروح برضو ناحيه ما يسمى السفن ذاتيه الابحار، زي بنسمع عن العربات ذاتيه القياده، النهارده قريب هنشوف السفن ذاتيه الابحار، وفعلا بدات التجارب عليها عالميه. الدنيا بتتغير جدا وتتطور جدا. الذكاء الاصطناعي هو جايز مسمى مصطلح قديم من اكثر من 50 سنه، لكن فعلا الدنيا بدات تثبت مدى اهميه هذا المجال في الوقت الحالي. صحيح. مهم جدا. كل الدنيا بتتغير، كل الدنيا بتتطور. فكانت مصر يعني الحمد لله لها برضو طبق في هذا المجال، وبدانا نفكر في انشاء كليات للذكاء الاصطناعي. طبعا احنا لو نرجع بالذاكره، زمان كنا بندرس ماده الحاسبات لطلبه الكليات المختلفه، لكن بعد كده بقى عندنا كليه حاسبات لوحدها مستقله، والجامعات المصريه من زمان بدات، وكانت اول ما بدات حتى كليه الحاسبات كان بتاخد مجموع يفوق الهندسه في لحظه من اللحظات. فاحنا فعلا التكنولوجي مهم جدا. احنا النهارده بدانا نتكلم على الذكاء الاصطناعي بعمق شديد، فلابد ان احنا فعلا النهارده بدل ما يكون الذكاء الاصطناعي هي ماده او مجموعه مواد بتدرس، لا، بدا يبقى فيه ما يسمى ميجر او ماينور في الذكاء الاصطناعي، وبدا التخصص يفرض نفسه اكتر، وبدا يبقى في حاجه لكليه الذكاء الاصطناعي. الاكاديميه بدات بكده فعلا. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت بدانا فرع جديد للاكاديميه في مدينه العالمين الجديده. مدينه العالمين الجديده برضو انا بكلم حضرتك من هناك، عشان بكره ان شاء الله الاكاديميه بتبدا مرحله جديده من مراحل هذا الفرع، فرع الاكاديميه في العالمين. العالمين هتبقى مدينه ذكيه برضو، سمارت سيتيز او مسمى المدن الذكيه، وبرضه بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. فاحنا الحمد لله الاكاديميه بدات السنه اللي فاتت الدراسه بها في فرع العالمين. بدانا كليه الذكاء الاصطناعي العام الماضي في العالمين. طبعا شيء مهم جدا. في اقبال يا دكتور عليها؟ في اقبال؟ انا مش هقول طبعا الاقبال بنفس ما يجب ان يكون عليه، لكن انا بقول لحضرتك ان شاء الله انا النهارده في اكثر من 50 طالب، واحنا لسه الثانويه العامه لم تعلن، ولسه الاي جي ولسه الامريكان دبلوما، في اكثر من 50 طالب عاملين ابلكيشن في كليه الذكاء الاصطناعي وفي العالمين. وده هو الشيء الجيد في هذا الامر،
لان احنا مصر ما بتشاهد مدينه العالمين او بتشاهد العاصمه الاداريه الجديده. احنا عندنا مدينه المعرفه كمان في العاصمه الاداريه الجديده. بالظبط. بتنشد مدن مستدامه، يعني احنا شفنا الساحل الشمالي على مدار السنوات القديمه كلها طول الصيف بيشغب البشر، ولكن في نهايه الصيف بيبقى الساحل الشمالي ما فيهوش اي انتاج. مصر ما بتنشئ العالمين النهارده، عايزه العالمين تبقى مدينه مستدامه. فكان عشان كده لابد من وجود الجامعات. فكانت الأكاديمية هي أول جامعة، هي أول مشروع تعليمي وتنويري يتواجد فيه العالمين الجديدة في كلية الذكاء الاصطناعي. وأنا بطمن حضرتك على فكرة، إحنا عندنا أكثر من 500 طالب كانوا السنة اللي فاتت بيدرسوا في العالمين في أكاديمية في الأكاديمية العربية فرع العالمين. طبعا مش كل كان عدد بسيط في الذكاء الاصطناعي، كان الغالبية في كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة. لكن انا بقول لحضرتك السنه دي واحنا لسه الثانويه العامه بيدوب يعني بي 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 على وشك انها تنتهي، في اكثر من 50 طالب عاملين متقدمين لكليه الذكاء الاصطناعي في العالمين. انا اعتقد ده هيكون هو التوجه، لازم يكون هو التوجه. اعتقد بيحظى ب يعني دعم شديد من كل الوزارات المعنيه ومن الجهات كلها. في النهارده يعني استراتيجيه خاصه بمصر في مجال الذكاء الاصطناعي، في مساعد وزير للذكاء الاصطناعي وزير التكنولوجيا والمعلومات بيتبنى هذه الاستراتيجيه. فطبعا الذكاء عشان السايبر سكيورتي اللي احنا امن كل الدنيا النهارده قايمه على البيانات والمعلومات، فلازم تامين هذه البيانات، لازم التطبيقات النهارده تقدر تحاكي فعلا اللي الانسان بيفكر فيه، والبيج داتا والداتا اناليتكس، كل دي حاجات في مجال الذكاء الاصطناعي هنشوفها السنين الجايه بتؤثر كثيرا في مجريات حياتنا. طيب دكتور، ايه المطلوب عشان يكون في يعني دعايه للكليات اللي بتخدم سوق العمل الجديد؟ يعني احنا عندنا سوق عمل جديد بدا يظهر خاصه مع ازمه كورونا، فمن الواضح ان كليات الذكاء الاصطناعي دي مطلوبه جدا في الفتره الحاليه. هل مطلوب ترويج اكتر لهذه الكليات؟ هل مطلوب ان يتم يعني اظهار للطالب ازاي يعني يدخل في كليات تخدم سوق العمل الجديد بدل من كليات تابعه للمجموعه فقط؟ ايه المطلوب عشان ده يوصل للطلبه؟ انا سعيد بهذا السؤال، وسعيد بان حضرتك دعيتيني لهذه المداخله، لان هو فعلا ده اللي احنا عايزينه النهارده. الاعلام المصري بيعمل دور كبير جدا في كل القضايا اللي مصر بتعيشها، وبيؤثر كثيرا في الانسان المصري وكل الراي، قضايا الراي العام بشكل عام. فطبعا النهارده دعوه حضرتك ليا بهذه المداخله بتؤكد فعلا ان الاعلام ما شاء الله وحضرتك يعني متميزه دايما، حريصه على انك فعلا تلقي الضوء على اهميه مثل هذه الكليات ومثل هذا التخصص. انا اعتقد فعلا الاعلام محتاج يبذل مجهود معانا في الترويج والاعلان والتفكيك، وان احنا نوصل للناس مفاهيم الذكاء الاصطناعي. لابد ان نجلس سويا ونقول ايه الذكاء الاصطناعي، وايه الفرق بين كليه الذكاء الاصطناعي وكليه حاسبات. هو اسمه ذكاء اصطناعي وليس صناعي، الذكاء الاصطناعي والحاسبات. ايه الفرق بين ده وده؟ ليه احنا هنا كليه الذكاء الاصطناعي مجالات عملها مختلفة متخصصة أكثر، بتحاكي أكثر الفكر ازاي الإنسان يفكر في موضوع معين. فإحنا محتاجين فعلا إن احنا من جانبنا نبذل مجهود، لكن أنا أعتقد وجود الإعلام معانا هيؤثر كثيرا في الرأي العام، وهيخلي الناس فعلا تتوجه لكليات فعلا بتخرج خريج محتاجه سوق العمل، محتاجه في مجالات كتير جدا، مش بس في مجال برمجة الحاسبات، لا ده في مجال الصيدلة، في مجال الطب، في مجال المدن الذكية، في مجال الطيران، في مجال النقل البحري، في كل مجالات الذكاء الاصطناعي. هو ده اللي هيكون مؤثر جدا في المرحلة اللي جاية، مرحلة التحول الرقمي، مواجهة أزمة زي الكوفيد اللي احنا بنعيشها دي. لولا الثورة التكنولوجية اللي احنا بنعيشها ومصر واستعدادها، كان هيبقى صعب علينا جدا نكمل العام الدراسي أو نواجه حتى المشاكل الحياتية اللي احنا كلنا بنشوفها. النهارده كتير من اعمالنا بقينا بنتممها اونلاين من غير ما نحتاج التواجد الشخص نفسه يعني. نعم. فانا بشكر حضرتك يعني على القاء الضوء على هذه اهم الكليات واهميتها جدا لسوق العمل في المرحله اللي جايه ان شاء الله. المحافظه بقى القادمه اللي هي بتحتاج فعلا ان يكون لديها هذه الكليه ايه من وجهه نظرك؟ ايه يا فندم؟ المحافظه اللي بتحتاج ان يكون عندها كليه الذكاء الاصطناعي القادمه بقى. المحافظه انا اعتقد ان احنا الذكاء الاصطناعي هيكون في كل مجالات الحياه، وانا برضو تاني اكد ان الذكاء الاصطناعي احنا يعني الاكاديميه في العالمين جنب كليه الذكاء الاصطناعي قام مركز للابداع التكنولوجي، وان شاء الله حضرتك هتشوفي بكره باذن الله هتتابعوا معانا توقيع اتفاقيه ما
بين الاكاديميه وشركه باركو للادويه عشان برضو مجالات الذكاء الاصطناعي في مجال الادويه واكتشاف. يعني النهارده احنا ما بنبحث على علاج لفيروس كورونا، احنا بنبحث على يعني حاجه، عفوا ابره في كوم قش، يعني موضوع مين اللي هيساعدنا في كده؟ البيج داتا، الكمبيوترز اللي هي قويه، سرعه التعامل، سرعه الحسابات فيها عاليه جدا جدا. فده مش هيتم غير بكليات ذكاء اصطناعي، وانا اعتقد ان الذكاء الاصطناعي داخل في الزراعه، داخل في الصناعه، داخل في كل، في الطب، في الصيدله، في الادويه. فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه محتاجين نشوف اذا كل ذكاء اصطناعي في كل جامعات مصر ان شاء الله بتخرج اجيال يعني كل بلدنا محتاجاها والدنيا كلها محتاجاها ان شاء الله. واحنا بنراهن الحقيقه على الجيل القادم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كل اسبوع بيكون في نشره صادره من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء لنفي الشائعات. تخيلوا كل اسبوع في عدد كبير جدا من الشائعات بتطلع، وفي عدد كبير جدا من هذه الشائعات بيتم نفيها، وبرضه الناس بتصدقها للاسف الشديد. ولسه امبارح كنا جايبين لحضراتكم من خلال طبعا وزارة الداخلية عدد كبير مما تم القبض عليهم، لأنهم بيقوموا بدور مهم جدا في نقل الشائعات وعمل تقارير مفبركة ومحاولة إقناعها وطبعا توصيلها للناس على أنها حقيقة، وبعض الناس للأسف الشديد بتصدقهم وبتشيرهم وبيكونوا بيساعدوهم من غير ما هم يحسوا أنهم يعني بيستخدموا بشكل أو بآخر. الحقيقه ان في عدد كبير جدا من الشائعات لازم ان احنا نعرف هي صح ولا غلط. ده هيتعرف ازاي؟ من خلال ان حضرتك تحاول تتاكد عبر مواقع عديده، تتاكد ان هذا الموقع صحيح ولا لا، تتاكد يا ترى مين اللي بيحاول يوصل لك هذا الخبر وليه، والاهم من كده هل اللي بيقوم بالمساهمه في نقل ونشر الشائعات هيكون له عقوبه بعد كده ولا لا؟ ده اللي هنحاول نعرفه دلوقتي من خبير امن المعلومات وليد حجاج. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقه الفتره الاخيره احنا تعبنا من كتر الشائعات ونفي مستمر لهذه الشائعات، عايزين عقوبه رادعه عشان اللي بيساهم في نشر هذه الشائعات حتى لو كان ما يقصدش. كفايه بقى، ايه هي العقوبه؟ مبدئيا يا فندم هي العقوبات موجوده في القانون الجنائي، يعني هو ما بتشرعش عقوبه للشائعات في قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات لان ده خاص بجرائم الانترنت والجرائم المعلوماتيه، لكن العقوبات موجوده في القانون الجنائي. والاهم من العقوبه هو ازاي الناس بتقع ضحيه للشائعات وايه الخدعه اللي بيتم استخدامها عشان اقدر اقنع واحد، وده شفناه على الساحه في الفتره اللي فاتت. على سبيل المثال احد المواقع الصحفيه الكبيره جدا اللي هو موقع الجمهوريه اللي اسمه الجمهوريه اونلاين، اتعمل موقع مشابه اسمه الجمهوريه دوت نت، وده المواقع زي ما حضرتك عارفه بيتم شراءها ب $5 و $10، وبدا يتم عليه نشر اخبار مزيفه، وطبعا نظرا لقله خبره المشاهد اللي بيتابع الحاجات اونلاين ففكر ان ده الموقع الحقيقي. وده بيحصل مع حاجات كتيره جدا للمواقع الكبيره اللي هي اسمها ياخد موقع تاني يشتريه من على الانترنت ويغير حرف او حرفين ويستخدم نفس اللوجو ونفس المشهد بتاع الموقع اللي الناس عارفاه ويبتدي يحط اخبار مزيفه. ده قطاع من الناس. في قطاع اخر من الناس عنده هوس وجنان اللايك والشير، فعشان يعمل ترافيك ويعمل لايك وشير فيبتدي ينشر اخبار غير متوقعه، اخبار مغلوطه عشان الناس تعمله لايك وشير وكومنت، فيعمل تفاعلات ويبتدي من خلال الاكونت بتاعه يجمع عدد كبير فيقدر يكسب من وراه فلوس، سواء من اعلانات بشكل مباشر او من خلال بيع الاكونت لحد اخر بعد ما بقى عليه متابعين. كمان في ناس بتعمل الكلام ده بهدف ضرب الدوله المصريه من خلال بعض الجامعات المعاديه للدوله المصريه، ان هو يعمل موقع مشابه مزيف زي الخليه اللي اتقبض عليها امبارح يا فندم. وده اللي لسه كنت هقوله معاليكي، علشان الخليه برضه اللي اتقبض عليها امبارح كان بيستخدموا نفس التكنيك. فهو اللعبه كلها باختصار وببساطه استغلال لعقول البشر والعدم الدرايه وجهل الناس بالتكنولوجيا بان هو يغير حرف او حرفين، وعين الواحد ما بتاخدش نظر، هو متعود على الاسم فيتخيل. وانا لو قعدت ذكرت لحضرتك على الاقل في 15 موقع شهير في مواقع مزيفه بتنتحل صفاتهم باختلاف حرف او حرفين او دوت نت او دوت اونلاين، والكلام طيب. ده ما بيتكلفش $20-$30 عشان اقوم موقع. دكتور وليد، بعض الناس امبارح كانت بتسال هو ليه الخليه دي موجوده داخل مصر عشان تقوم بفبركه التقارير، ليه مش موجوده من بره؟
يعني ما القنوات التانية عندهم برضو قدرات ان هم يعملوا تقارير ويفبركوها، ليه موجودة داخل مصر؟ بصي حضرتك، في ناس من اللي بيعملوا الحاجات دي في مصر بيضحك عليهم شباب صغير مش فاهم، فبيدوها له في شكل مختلف عن الشكل الحقيقي، اللي هو انت هتعمل اعلانات، احنا هنبعت لك الاخبار، يعني مثلا من ضمن المواقع اللي هي تقول للناس ايه، بص انت هتخش في الموقع الفلاني هتاخد 50 دولار في اليوم، مجرد بس انك بتعمل شير ل 50 خبر او تقرا منهم 10، وفي النص يحط له خبر او خبرين. هو بالنسبه للشخص اللي بيعمل كده هو فاكر ان هو دي طريقه لكسب المال او طريقه للعمل، وبيعمل شير ولايك وحاجات لصفحات من ضمنها حاجات بينشرها في النص هو مش واخد باله منها. دي فئه من الناس. في فئه ثانيه من الناس بتعمل الكلام ده عن عمد على اساس ان ما حدش هيعرف يجيبني، او انا بستخدم اسلوب متطور من التخفي، وطبعا ما يعرفوش ان الدوله المصريه والجهات الامنيه والجهات اللي بتتابع الكلام ده عندها الادوات الحديثه اللي تقدر تجيب بيها اي حد حتى لو كان بيستخدم طرق من طرق التخفي المتعارف عليها. المجموعه الثانيه بقى من الناس اللي بتشتغل من بره الدوله المصريه، اللي هم بيشتغلوا من بره وعاملين حسابهم ان ما حدش هيعرف يوصل لهم. ففي فئات بره شغاله وفي فئات جوه شغاله، ولكن غالبيتها في مصر بيبقى ناس مضحوك عليها. في جزء بيبقى بيعمل كده عن قصد، ولكن في جزء كبير بيعمل ده كمصدر دخل. ان هو ودي كتير، حضرتك لو دورتي على الانترنت هتلاقي في ناس كتير هتقول لك لو عايز تكسب فلوس 100 دولار في اليوم و50 دولار مش عارف في الساعه، اعمل كذا واعمل كذا وشير اخبار وانت هتعمل لنا دعايه ومقابل الدعايه ب 200 جنيه. بس هم ما بيدوش فلوس ولا حاجه. لا هم في طبعا بيدوا فلوس. بيدوا؟ هو في وسط بيدوا فلوس يا فندم، بس في وسط الاخبار بيدي له حاجات ثانيه. حاجات تانية هو الهدف منها ان هو يعمل زعزعه. طيب اللي بينشر بقى الحاجات دي بدون قصد بيتم معاقبته قانونيا؟ طبعا يا فندم القانون لا يحمي المغفلين. ايوه طب لازم نوضح للناس عشان الناس بقى ما تروحش تشير بعد كده تاني. حضرتك اي حاجه حضرتك بتنشريها من خلال حسابك او من خلالك، من خلال الاي بي بتاع الانترنت بتاعك او جهاز الكمبيوتر، في ادوات كتيره جدا بتعرف الشخص ده عمل كده من موبايله، من الخط بتاعه، من ايا كان الجهه ايه، مجرد ان انا مسؤول عن اللي انا عملته لا بتحاسب وبيتجاب. عشان في ناس بس عندها بعض التخيلات الغير حقيقيه ان لا اصل انا بستخدم في بي ان، انا بستخدم بروكسي، انا مش عارف بعمل كذا، فبالتالي الدوله المصريه مش هتعرف تجيبني او الحكومه المصريه. لا يا فندم بيتجابوا الناس دي كلها وبيتم ملاحقاتها امنيا. فاي حد بينشر اي حاجه على صفحته هو مسؤول عنها حتى لو كانت شير، فهو بيساعد على نشر خبر غير حقيقي او خبر مزير. وده اللي بقوله لحضرتك ده بيحصل اليومين دول كمان في الموضوع بتاع سد النهضه، في ناس بتتطوع انها تنشر اخبار غير حقيقيه، يعني زي ما نقول كده حضرتك ان هو بيستنتج ان هيحصل كذا، فيقول انا اقول كده عشان اعمل لايك وشير وترافيك. ولو في بعض الاحوال بتبقى اخبار حقيقيه بينشرها، ودي في جهات معينه موجوده خارج الدوله المصريه، يعني احد الوحدات اسمها حتساف، دي شغاله على المصادر المفتوحه اللي هي التلفزيون، الراديو، الانترنت، اللي هي المجلات، اللي هي كل الحاجات اللي هي المصادر اللي اي حد يقدر يستقي منها المعلومات، وبيخلوا المستخدم بتاع الانترنت يتطوع انه يحط بياناته من خلال بقى السوشيال ميديا، من خلال انه يسجل فيديو لنفسه. كل الخدع والحاجات دي هي في الاخر هدفها جمع معلومات، فيجب ان احنا نوعي ابنائنا في يعني في الدوله المصريه ونعرفهم ان الكلام ده اولا ليه عقوبات، ثانيا ان مفيش حاجه اسمها محدش يعرف يجيبك، ثالثا وده الاهم مش كل ما هو انت تعرفه صح تنشره، لان ده وبيتاخد علينا، يعني بيتاخد علينا للاسف ان في بعض الكلام بيتاخذ في يعني الشقيقه اثيوبيا ويبقى ضدنا للاسف الشديد، فلازم الناس تاخد بالها. بالظبط يا فندم، بالظبط بالظبط. وساعات الكلام اللي بيتم نشره بيبقى كلام حقيقي، ده بيبقى ضرره اكتر من فائدته. مين قال ان احنا عايزين نقول الكلام ده للناس بره؟ صحيح. واجتهادات وحاجات كتيره بتحصل مش لطيفه من الناس، فيجب ان احنا نتحرى الدقه، ويجب ان احنا نكون اكثر حرصا في التعامل مع السوشيال ميديا، وخاصه في الحاجات اللي هي تضر بالدوله المصريه وبالامن القومي. ولذلك العقوبه لا غنى عنها في مثل هذه الاوضاع. العقوبه موجوده يا فندم، واللي بيتم الاعلان عنه ده جزء يعني صغير من اللي تم ملاحقتهم امنيا والقبض عليهم. مش كل الناس اللي بتقبض عليهم بتنزل اخبارهم. في لاسباب اخرى برضو يعني لا داعي لذكرها، مش كل الحالات بيتقال ان اتقبض على فلان واتقبض على فلان، ولكن بيتم ملاحقه كل من هو. عشان الناس ما تزعلش، يعني عشان الناس ما تزعلش، هو بيبقى شريك في جريمه، والجريمه دي من الممكن ان بتاذي 100 مليون فرد، فانت اساسا بتكون جزء منها، فما تزعلش لما يتم يعني معاقبتك حقيقه يعني. حقيقه. طب بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد حجاج خبير امن المعلومات على هذه تحط. طيب بقالنا كتير ما اتكلمناش عن كورونا، الحقيقه احنا زهقنا منها، بس هي موجوده للاسف الشديد. على طريقه بقى لا تخافوا ولكن احذروا،
للأسف الشديد الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت ترجع مرة ثانية وتظهر في الأفق في بعض الدول الأوروبية وتحديدا إسبانيا. 96 ألف مواطن تم عزله مرة ثانية في إسبانيا، وبدأت إسبانيا تستعد لموجة ثانية من فيروس كورونا. النهاردة كمان كان بيتحدث رئيس فرنسا بأنه متخوف من عودة كورونا مرة أخرى، وأن ربما يكون في عودة للفيروس بصورة أشرس. يعني الحقيقة في تخوف. الحمد لله في مصر يعني في أخبار إيجابية. وزارة الصحة الحقيقة من يوم لآخر وهي بتعرض عدد الإصابات، الحمد لله عدد الإصابات أصبح أقل بكتير من أعداد المتعافين، ودي المرة الأولى بتحدث، وده بيخلينا متفائلين. لكن مش معنى كده أبدا إن إحنا نكون في عندنا حالة من الإهمال للإجراءات الاحترازية، وده اللي شفته في بعض الأماكن. وخلي بالكم الأماكن اللي لا تتبع الإجراءات الاحترازية هتتقفل. معلش أصلا المخاطرة بأرواح الناس وبصحة البشر ليست لعبة. خلونا نتكلم على تفاصيل اكتر. ايه هو القادم يا ترى؟ معانا دكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنه بالمعهد القومي للكبد والامراض المعديه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. اهلا يا دكتور. يعني بقى لنا كتير ما بنتكلمش عن كورونا، قلنا خلاص بقى قربنا نخلصها، ايه اللي بيحصل؟ والله احنا الامل كبير جدا طبعا ان ربنا يوفق البشريه كلها في ايجاد اللقاح، وهو ده يعتبر الحل الواقعي لمواجهة الجائحة. احنا زي ما حضرتك تفضلت، احنا في مصر الحمد لله يعني كان اعلى نسبة اصابات يوميا كانت 19 يونيو تحديدا. يعني احنا بقالنا من 17 يوليو لغاية دلوقتي الاعداد فعلا تناقص في نظام 600. الوفيات برضو الحمد لله في الاسبوع الاخير برضو نظام 40. احنا الوضع طبعا احنا زي ما احنا كلنا عارفين ان العدد المعلن مش هو العدد الفعلي في زي كل دول العالم، ولكن كنسبة وتناسب اذا كان العدد المعلن بيقل فاذا العدد الفعلي بيقل. واحنا كاطباء يعني حاسين بالموضوع ده جدا جدا، سواء بالنسبه للاتصالات التليفونيه، الواتس، وحتى ايجاد سرير رعايه ما بقاش فيه الصوره اللي هي كانت فيه قلق كده. بقاش صعب. الحمد لله. فاذا الوضع مبشر، ويمكن احنا يعني الاخبار الجميله ان في بعض المحافظات بدات تسجل الحاله الصفريه في عده ايام، فطبعا احنا الوضع ان شاء الله مبشر. ولكن في نقطه هامه جدا، وتسمحيلي بس ان انا كان المفروض اقول في البدايه ان تحيه واجبه لكل الاطقم الطبيه في جميع المحافظات لمواجهه الجائحه، وتحيه خاصه جدا للجنه العلميه اللي هي اخذت وعيد باحدث الاساليب او بروتوكولات العلاج ونفذناها عندنا في مصر، رغم ان كان في ملاحظات. لكن احنا الوضع العام حاليا هو وضع العلمي جيد، ولكن دي حضرتك حطها تحتيها 10 خطوط لابد من المزيد من الاجراءات الاحترازيه. ليه؟ لان في نقطتين. اولا لا يوجد لقاح ولا يوجد علاج نوعي حتى الان على مستوى العالم. طبعا في انباء مبشره في لقاحات في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه لعدة لقاحات. النقطة الثانية ان احنا ما وصلناش للحالة الصفرية. فهي دي نقطة مهمة جدا، ولازم الاجراءات الاحترازية ناخدها بمعمل او محمل الجد في جميع المواقف وجميع الاماكن. طب عشان احنا شايفين ان الناس يعني بدأت تفتح شوية في هذا الموضوع، هو الحقيقة نوع من الزهق، فبدل ما ندخل في موضوع تاني بقى من ان احنا من القلق وكده، نعمل ايه في الفترة الحالية علشان نتقي شر المرض؟ يعني هل لو قعدنا نقعد في مكان مفتوح، مكان مشمس، يعني ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها عشان نكون ان شاء الله ما نتعرضش لهذا المرض؟ هو طبعا يعني حضرتك تفضلتي ان احنا لقينا دايما الاماكن المفتوحة افضل من الاماكن المغلقة. التباعد المكاني ده هم جدا جدا، ومسألة الكمامات بالطريقة الصح والكمامة السليمة. احنا بنشوف دلوقتي للأسف شديد استخدام كمامات بطريقة سيئة تحت الأنف أو تحت الدقن، يعني لقينا حاجات غريبة جدا. لا، احنا نستخدم الكمامات بطريقة صحيحة. التباعد، مسألة غسيل اليد على مدار اليوم عدة مرات، في حاجات أساسية جدا. واحنا بنطلب أولا الأماكن المفتوحة هي دي الأساس. يعني احنا فعلا إذا كان فيه ولكن بحذر. حذر، يعني لازم يكون في تباعد مكاني، ولازم نتبع ارشادات وزاره الصحه الصراحه قايمه ب يعني مجهود كبير جدا جدا من خلال موقع صحه مصر، اللي انا اطلب من الجميع ان هم ينزلوه
فعلا موقع ممتاز جدا جدا وشامل كل الارشادات وكل ما يتعلق بالمعلومات والبيانات بالنسبه لوزاره الصحه في مصر. التدخين يا دكتور بينقل المرض؟ يعني انا بشوف ساعات ناس بتدخن داخل الاماكن المغلقه، هل هو ممكن ان ينقل الكورونا؟ جدا جدا جدا. احنا دلوقتي حتى في الاماكن الطبيه هنقول اي حاجه فيها ايروسول وفيها يعني حاجات اللي بيسموه الهواء اللي هو مضغوط او ينتشر، فتخيل بقى التدخين لو واحد لا قدر الله مريض واخد بال حضرتك. مشكله زي ما حضرتك عارفه ان كوفيد 19 في البعض لا يظهر عليهم اي اعراض المرض. لو قدر لا قدر الله في واحد موجود في مكان مغلق وهو بيتكلم بينقل لي عدد من الفيروس، هو بيتكلم مش بكح حتى، فواحد لو بيدخن لا بيبقى عامل مساعد لنقل بسرعه نقل الفيروس الاخرين. ونعوذ بالله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنه بالمعهد القومي للكبد والامراض المعديه. كفانا الله شر المرض، ودايما بقول لا تخافوا ولكن احذروا، خذوا كل احتياطاتكم وعيشوا حياتكم بصوره طبيعيه ولكن بصوره جديده، ان احنا نكون اكثر حذرا. برضو لازم يبقى معاك المطهر دايما في ايدك، الكمامه لا تستغنى عنها، يعني ده اسلوب نخليه اسلوب حياتنا في الفتره الحاليه عشان نحافظ على صحتنا وصحه الاخرين. غدا ان شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم، الى اللقاء.